ليتنا يرقصون كل ما جو قلوبون نعطيهم ما يشتهون. استعد اليمين در الامام سر يسار روح استعد مدفع عبي طن الكويت سلمت للمجدي. ان شاء الله باذن الله. من ديرة الخير والمحبة نمسي عليكم مشاهدينا الكرام ونقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. احنا معاكم في برنامج عصرية العيد في قصر نايف، ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا المكان نرفع اسمايات التبريكات والتهاني الى مقام سيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، والى الحكومه الرشيده والى كافه الشعب الكويتي والى كل مقيم على هذه الارض الطيبه. احنا معاكم في عصريه العيد مثل ما وعدناكم في اخر ايام شهر رمضان المبارك ان نكون معاكم في هذا المكان الطيب ونسترجع معاكم العيد ايام قبل في عصريه العيد. معنا مخرجنا الاستاذ جوهر الجوهل وفريق العمل يحييكم ويجدد لكم التحيه. راح نشوف معاكم يعني العيد في ذاك الوقت وان شاء الله في هذا الوقت. راح تكون بدايتنا اليوم مع الفرق الشعبيه ومع العرضه، واذا قلنا العرضه ما في احد من اهل الكويت ما يعرف شنو العرضه. العرضه كانت موجوده من ذاك الزمن، يمكن في الاونه الاخيره شوي شفناها ما هي موجوده بالذات في الاعياد، لكن اليوم في عصرية العيد راح تشوفون على قولتهم العرضة على أصولها وتذكرنا في ذاك الزمن الجميل. نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأيضا نعايد كل أخواننا في دول الخليج والدول العربية نقول لهم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وعسى أيامكم كلها فرح ويبعد عنكم الأتراح. احنا طبعا اليوم في قصر نايف في هذه الاجواء الجميله، فعلا هي اجواء العيد على ان الجو شويه في غبار، بس الصبح كان الغبار تارس، طبعا الحين الحمد لله الغبار قام يطيح، واحنا ايضا بانتظار جمهورنا الكريم. جمهورنا الكريم موجود خلف الكاميرات وايضا يعني قاعد نشوف ما شاء الله الجمهور شوي شوي يتوافد. طبعا راح ننتقل معاكم مشاهدينا الى فن العرضه اللي كنا نشوفه بالعياد، واليوم عيد وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. وعطنا العيدية كل تعالوا خلوها يلا هلبانارا يا نصر جنده على العدوان ولا دعانا
Let's go.
على الخير والمحبة. نرجع معكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا فن العرضة، واليوم اللي يعرضون معنا أربع فرق، معنا فرقة الرندي ومعنا فرقة الفنطاس ومعنا أيضا فرقة الجهرة ومعنا فرقة القصر الأحمر. باسمكم مشاهدينا أرحب برئيس فرقة الرندي الأستاذ محمد عبد العزيز الرندي. أبو جاسم مساك الله بالخير وعيدك مبارك وكل عام وأنتم بخير. مرحبا، سلم عمرك. وأيضا أول تقبل تحياتنا، سلم عمرك صاحب الفرق مفلح ولي العهد حق الشعب الكويت. كفو كفو، جواك الله. أيضا مشاهدينا ما نستغنى عن التراث، وإحنا أيضا في قصر نايف معنا أحد ملوك التراث مؤسس فريق إكسبو 965 الحرفي والتراثي الأستاذ الحبيب محمد كمال أبو مالك. عيدك مبارك. يا مك سعيد إن شاء الله دوم أنت وأيضا المشاهدين، وأطيب التمنيات لحضر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وأيضا ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي كافة وجميع المقيمين على هالأرض الطيبة إن شاء الله، ونقول لهم عيدكم مبارك. على القوة يا أبو مالك. يعني مشاهدينا نقول لكم دائما عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، والله يحفظ هذا البلد من كل مكروه. يعني شفنا بداية الحلقة، شفنا المدفع وبعد المدفع السلام الوطني، وشفنا العرضة على الفرقة الشعبية، واسترجعنا معاكم العيد في البرايح ذاك الوقت. بما أن معنا رئيس فرقة الرندي محمد عبد العزيز الرندي، أبو جاسم الأعياد قبل لازم العرضة في البرايح أو في قصر نايف؟ قبل قصر نايف. أي نعم، في ساحة الصفات. ساحة الصفات نعم، كان يعني أول ايه؟ من الظهر. أي نعم، حتى من كثرة المحبة حق الفن ايه؟ والعرضات اي نعم يجون من الظهر. اي نعم، حي يصيرون بالقدام، يعني كل ما يحدثها دور محوط بالعسكريه. اي نعم، وكل واحد قاعد له مكان علشان حق لا يزاحم الناس. أي. الحريم من صوب والرجال من صوب. ترى احنا ابو جاسم احنا في قصر نايف. نعم. يعني في المرقاب ترى كاهي ساحه الصفات، ماكو شيء. انا قاعد اقول خطوتين. اي نعم، أي. بس عشان الساحه الميدان. اي نعم، الميداني عشان الميدان دار مدارس ساحه الصفات. ممتاز. دورها وتدري على الكويت هنا القصر نايف مغوص يعني. نعم. البنيان نعم هناك لا مفتوح. اي نعم، اي صح، صار صفان مفتوحه. اي، والحين والبدايه اول كان يحضرون الامراء والشيوخ والكبار التجار يعني العالم كله. اذكر لي بجاس، اذكر لي، احنا ترى عندنا تصاوير في تلفزيون الكويت. نعم، كنا نشوف شيوخنا يعرضون. نعم، يعني الله يرحمه عبد الله اليابر، الشيخ. نعم. عبد الله اليابر. نعم. الله يرحمه الشيخ عبد الله الاحمد. نعم، الشيخ صباح السالم امير بلاد الله يرحمه، كلهم يعرضون. نعم، فنانين. نعم. في العرضه يعني. نعم. اي نعم. يا ريت تذكر الاسماء ايضا. والله الاسماء والله عمرك، كان ايام الاولانيه يعني بالقديمه. اللي انا اتذكره وشفته ان يحضرون الشيوخ من ضمنهم الله يغفر لهم ويرحمهم عبد الله اليابر، الله عبد الله الاحمد، مبارك عبد الله الاحمد، يابر عبد الله اليابر، عيال عبد الله اليابر كلهم، الشيخ مبارك الله يرحمه، ولد عبد الله اليابر هم كانوا يحضرون، كان اللواء بالجيش. شيخ يابر عبد الله اليابر الله يطول عمره. يابر موجود. موجود الله يطول عمره. يابر عبد الله اليابر موجود. صح. الله يشافيه وعافيه الحين هالوقت يعني. يا رب. بالعمر كله ان شاء الله. فالعالي الحين هذا شو عندك من شيخ سعد عبد الله. الله يرحمه. شيخنا اميرنا الحاضر. الله يطول عمره. الله يطول عمره ويشافيه. كلهم يعرضون. كلهم يعرضون. بدون استثناء. كلهم بدون استثناء وكلهم يطول عمره. وجاسم افتكر العروه ما تبدي اذا البيرق مو موجود. اكيد اول ما يركز البيرق الله يرحم والديك قبل الفن. انا الحين بصدمك واصدم مشاهدينا، انت ما تدري يمكن انا خاشها لك هذه. يلا تفضل ويانا ابو مالك الاستاذ محمد كمال. نعم، مؤسس فريق اكسبو 965 اليوم. ابو مالك صدمتني حتى انا. اي نعم، وصدمت الاعداد. انت عندك. نعم. البيرق او عندك العلم اللي كان في هذا المكان ذاك الوقت. صحيح، يرفع في هذا المكان. صحيح. نعم. طبعا نعم. هذه القطعه ما ادري اذا يطلعونها الجماعه عندنا العلم هذا. اي العلم. نعم. العلم هذا الاصلي ابو مالك. هذا الاصلي، هذه من الاعلام الموجوده اللي رفعت في المناسبات بس معينه في قصر نايف. بقصر نايف هذا رفع طبعا ايضا بعهد اليابر سنه 1940. اي نعم، ورفع في قصر السيف. صحيح. ودارت بالبلديه مديريه الامن العام. نعم. مديريه الامن العام. نعم. ايضا. نعم. ورفع. ايه. وطبعا نشوف لا اله الا الله واسم الصباح
وايضا كلمه الكويت. طبعا القطعه هذه شويه كانت تلفانه ولكن رممتها وتم تنظيفها وغسلها ايضا على اساس تطلع بصوره اجمل من كذي. ابو مالك القطع نادره جدا للمشاهد. هذه تنحط ثنتين عندي، واحده تنحط عند الشيوخ زين، والثانيه مع البنديره، والثانيه تكون للعرضه. للعرضه يلعبون فيها عند الشيوخ. اي هذه عند الشيوخ هذي. والثانيه موجوده ايضا تحت. كفو. موجوده هذه اللي يعرضون فيها العرضه. ثنتين علمي. علمي. طبعا انا ودي اتكلم باختصار اساس الموضوع البحث اللي احنا جايين عليه. هذا اول علم، اذا الكاميرا تشوف طبعا هنا هذا العلم الاول، هو العلم الاسلامي. اول علم رفع في تاريخ الكويت من 1762 الى 1871. العلم الثاني العلم العثماني رفع في الكويت من 1871 هذا الثاني الى 1914 تقريبا، وهذا العلم الكل شايفينه اهل الكويت. العلم الثالث رفع اثناء المعاهده البريطانيه من 1914 ل 61، وهذا علم الحالي. الكثير هي الاعلام، منها العلم هذا اللي نشوفه علم الاماره، ادخال اضافات عليها وتعديلات عليها ورفعت ورفعت رسميا. علم الإمارة بعد إضافة شهادتين بعهد أحمد اليابر، بعد الاعتماد أثناء معركة الجهرة من 1921 إلى 61 هذا العلم اللي فوق، ورفع بالعياد أيضا في المناسبة في استلام الحكم واحد. هنا وهذا العلم اللي عرضته تو الأصلي اللي عليه شعار البرثن ولا إله الله بعهد أحمد اليابر سنة 1940، ورفع في قصر نايف ودائرة البلدية ومديرية الأمن العام هني. ممتاز. اي نعم، هذه من بعض الاعلام اللي تداولت. وعندنا علم هنا رفع في المناسبات مؤقته. نعم. توكلنا على الله هذا. رفع اثناء زياره اللورد كيرزون الى اماره الكويت سنه 1903. نعم. هذا. والعلم الثاني اللي تحت تشوفه رفع في القصر الاحمر اثناء معركه الجهره سنه 1920. نشوف لا اله الا الله وبسم الله الرحمن الرحيم 1920. ومالك انا انتقل حق اخوي ابو جاسم رئيس فرقه الرندي. ابو جاسم، يعني ما حد يشك بان العرضه يعني تعتبر من الفنون الخاصه في الجزيره العربيه، والفن اللي شفناه قبل شوي هي العرضه النجديه. نعم. عدل ولا لا؟ نعم. تعطيني انواع. اي العرضه في بحريه. اي نعم. وفي نجديه. اي البحريه اللي هي البحر. اي اغانيهم نحمات وشغلات خاصه فينا احنا اهل الكويت ولا حتى لا خاصه. اي وعندنا النجديه ناخذها من السعوديه من نجد، والمتعود على كل هذه يعني الفرقه الشعبيه النجديه، وإن بس اللي طوروا فيها الحين اللي دخلوا ثلاثة طبول يثلثون. لا غلط، المثلث يكون واحد. نعم. والباقي هذا في البحرية عفوا ولا البرية؟ البرية النجدية. النجدية هذه طبول واحد. ثلث واحد. ثلث واحد. اي نعم. واثنين يخمرون. ممتاز. واحد يخمر. نعم. وطارات هاي كلها أول ما بدأ بطبول. صحيح. أول ما بدأ أول يصير ما بدأ بالفرق الشعبية بطبول، بعدين دخلوا عليها طارات. عرفت شلون؟ في تجديد الشغلات. احنا بس عشان ايضا نحاكي الجيل الحديث. نعم. عيالنا الصغار العرضه هي الحدوه، هي يعني من الحدوه. نعم. من حدوه الفرس. حدوه حد الفرس. ممتاز. خيل. يا ريت تقول حق الجيل هذا شنو الهدف ايضا من العرضه، وهل بس هي ببدايه الحرب ولا حتى بالاعياد؟ هي حربيه. نعم. هي العرضه بحريه وهي كانت بس نعرض. قصدك حربية. حربية. نعم. حربية. حتى شيلاتهم حربية. ما في غزلية. الشعر اللي قال كله حرب. كله حربية. أي. مثل احنا جناب جيشنا ننقض سلوم المنايا والطير نرمي عشاه واليا ظهر شيخنا شيخني يهب القبائل ما حد يداني حماه. يعني الهدف منها تحميس المقاتلين المقاتلين لدخول الحرب. نعم. حق الحرب. اي نعم. يعني مثل شلون موسيقى مو موسيقى حاليه عندنا. نعم. الغرب والجيش والشغله ذي. ايه. لا احنا عندنا العرضه كانت اول ماكو الغرب. ما الغرب. صحيح. هل العرض ايضا فيها عرضه بالخيل، عرضه بالابل، عرض في انواع انا ايضا سمعت عنها؟ والله انا هذه ما ادري عنها. ما تدري عنها؟ هنا الخيل هذا حق اهل الباديه. عرضتنا المعروفه هي النجديه. نعم. هذه النجديه عندنا احنا بالكويت والسعوديه، هذا حق الخليج. هذه العرضه النجديه. العرضه احنا ايضا نشارك في العيد اخواننا في الخليج وتحديدا في المملكه العربيه السعوديه. راح نشوف تقرير في المملكة العربية السعودية، نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، واحنا بننتظر لكم نشوف العيد عندكم. العيد
يستقبل المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية عيد الفطر المبارك بعد أن أتموا صيام شهر رمضان، ويتسم العيد في المملكة العربية السعودية بعادات وتقاليد توارثتها الأجيال، منها الاستعداد بملابس العيد ذات الزي التقليدي لكل منطقة من مناطق المملكة. أول شيء كل عام أنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم الشهر الكريم بالخير والعافية. شيء طبيعي الاستعدادات تكون يعني من جميع المستلزمات، إن كان شمغ وإن كان أحذية وإن كان إكسسوارات وإن كان، والإقبال يعني هالأيام في الأيام الأخيرة المباركة الفضيلة إقبال كثير كثير والحمد لله، ونتمنى للجميع تقبل صالح الأعمال والتوفيق إن شاء الله الأجمعين. ويتزين العيد بالورود والزهور التي تحرص الأسر السعودية على اقتنائها وتقديمها للأهل والأصحاب، حيث تشهد متاجر بيع الزهور إقبالاً كبيراً من المتسوقين لاقتناء مختلف الأنواع. والله عندنا استعداد كثيرة، يعني عندنا أنواع الورد كثيرة، مثلاً زي الجوري، زي البيبي روز، زي الكازابلانكا. الحمد لله الناس كثر رغبتهم في العيد الورد، في عندهم تقديم زي الفلوس بيقدموها، زي الشوكولاتة هذه يقدموها مع باقات الورد، زي التغاليف، في عندنا أشياء كثيرة، في عندنا أنواع الورد زي الأحمر يعني الحب، زي عندنا زي الأزرق يتقدم للولد في المواليد، وعندنا زي الكوش. الحمد لله يعني استقبال مرة حلو في الأعياد. ولا يحلو العيد إلا بحلويات العيد التي تشهد مبيعاتها تزايدا كبيرا بمختلف أنواعها، وهو تقليد متبع لدى الأسر السعودية. جهزنا تقريبا للعيد يعني عدة أنواع، شوكولاتة مغلفة، شوكولاتة مكشوف، الصواني الفلات منقشة بزينة العيد وتعليقات العيد خاصة بالعيد، وفي منها المعاميل اللي منها المعمول المغلف والمعمول الميني، ولا في منها المكشوف، في منها المغلف، وفي كذا عدة أنواع، منها الصواني الجاهزة وفي منها الصواني التعبية يعني على حسب طلب العميل. والحمد لله يعني من بداية العشر الأواخر احنا مستعدين لهالشيء. وتشهد مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية إقامة برامج وفعاليات متنوعة خلال أيام العيد، منها الحفلات الفنية والعروض المسرحية والفرق الشعبية والألعاب النارية وغيرها من البرامج الاحتفالية لجميع فئات المجتمع. يتميز عيد الفطر في السعودية بعادات اجتماعية توارثتها الأجيال حتى يومنا الحاضر، لعل أبرزها التزام ارتداء الزي السعودي للكبار والصغار. سامي الحمود لتلفزيون دولة الكويت، الرياض.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في برنامج عصرية العيد، وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم. مثل ما شفنا اليوم في قصر النايف العارضة والخيالة وكلهم موجودين ومعنا متسابقين وشخصيات بهالمكان. نتعرف على شخصية حلوة وجميلة، خلف القلاف ملا علي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور وعيدك مبارك وعساكم العواده ان شاء الله. والله حفظ ديرتنا الغاليه ما شاء الله، ذكر ذيك السنه وشوف هالسنه، الله لا يغير علينا ان شاء الله. قولوا امين، قولوا امين. امين امين. بس ملا علي اقول لك ملا علي ولا خلف القلاف؟ كيفك انا عشان انت ملا علي يقول لك كبرت ما تسمع. ما تسمع؟ العصيده زينه. ليش اخترت الشخصيه مالت ملا علي؟ طال عمرك حبيت اثبت من خلينا نقول الشخصيات الجميله في الكويت، شخصيه المطوع والمطوعه والملالوه قبل كانوا لهم دور كبير في تربيه عيالنا وتعليمهم، مو بس تعليم تربيتهم حتى. فانا الحين قاعد اخذ هذا الخط باسلوبي طريقتي واعطي الجانب التربوي الاخلاقي الممزوج بالتراث الكويتي، نثبت تراثنا لان اللي ماله اول ماله تالي. حبوك بالشخصيه هذه الناس، الجمهور اللي انت تعاملت معاهم؟ الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ان من الصغار لكبار السن الكل تقبل شخصيه ملا علي زين، وخاصة ان الله وفقني انا قدرت ان انا اعطي روح الكوميديا بقلوبهم انزين، مع خلينا نقول بعض الجانب التراثي الكويتي اللي انا قاعد اتعلمه من خلينا نقول ما شاء الله من المؤرخين، من خلينا نقول باحثين في التراث الكويتي، من معلوماتي السابقة، فابي اثبت هذا الشيء وان شاء الله الله يوفقنا. ان شاء الله الله يوفق. بس منو اللي قال لك كمل على هالشخصية ملا علي؟ والله شوف كثيرين يعني قالوا لي حلو كمل، بالذات ان الله يحفظه يطول بعمره شخصيه ابو جسوم، كلنا احنا ربينا على هالشخصيه الجميله، ناس يسمونه ابو طويل وناس يسمونه ابو جسوم، الكل حب هالشخصيه. فالناس قاعد من تشوفني تقول انت ابو جسوم انت ابو طويله وكمل، وحلو ان احنا قاعد نشوف نفس خلينا نقول خليفه ابو جسوم الله يحفظه. ملا علي استمتعنا بالحديث معك، وزارة الإعلام حابة تعطيك عيدية وهذه موجهة العيدية من وزارة الإعلام وتستاهل يا ملا علي. سلمكم أقول أنتين ولا ربية؟ ربية. خوش شيء. خوش شيء. عساكم على القوة. معنا شخصية مشاهدينا الكرام، شخصية جميلة وشاعر، فهد العسكر. حياك الله وعيدك مبارك، تقبل طاعتك. منا ومنك صالح الأعمار في قلبك والله. ليش اخترت شخصية فهد عسكر؟ هو شاعر أمانة، من شعراء الكويت، من رموز الكويت، وأنا من الناس اللي أحب الشعر بس الشعر البسيط مثل ما يقولون. تقدر تسمعنا هالشعر البسيط ولا وهقناك؟ وهقني صراحة. يعني حبوك الناس بهالشخصية. أنا أذكر إنه يعني برمضان شفنا شخصيتك دائما في مدفع الأفطار. شخصيات متعددة، الكاركترات، البابتشو، العرايس، وفي شخصيات ثانية أبو طويلة، وهذه شخصية جديدة توني أديها اسمها فهد العسكر. يعني انت بتقمصها يعني؟ حبيت الشخصيه ولا للحين بعد؟ الحين توني يعني متمكن. تمكنت منها شويه للحين يبيني وقت بس. فهد عسكر شخص يعني شخصيه جميله وشاعر اجمل. وزاره الاعلام حبت تعديك تعطيك عيديه حبيبي. ومعنا مشاهدينا الكريم مع تغرير فن العرضه. فن شعبي أصيل من التراث الشعبي الكويتي والخليجي، وهذا الفن مقتصر على أهل الجزيرة العربية، وهذا الفن بالماضي كانوا يؤدونه قبل الحروب لتشجيع وحماس المقاتلين، وأيضا يتم الفن ما بعد الحروب احتفالا بالانتصار. فن العرضة يتم تأديته أيضا في المناسبات الرسمية مثل موسم الأعياد والأعياد الوطنية وأيضا في الأفراح، إذ
تلقى الكلمات التي تنم عن الفخر والاعتزاز. صفين من الرجال وكل صف لا يقل عن 10 أشخاص، ويلقن الشاعر الصفوف بالأبيات الشعرية الخاصة في هذا الفن التي تبث روح الحماس والشموخ بين الصفوف، ويرددون من بعده الصفوف هذه الأبيات على صوت الطار، وبعضهم يلوح بالسيوف عاليا شامخا يلامس السماء. رجعنا وياكم مشاهدينا، وفعلا رجعنا حق العيادة أيام قبل، يعني مخرجنا مخلينا مرة نشوف العرضة ومرة نشوف الفرق الغرب ومرة الخيل ومرة ضيوفي الحلوين اللي معاي. أرجع مع ضيفي الأستاذ محمد الرندي رئيس فرقة الرندي. أبو جاسم، بشكل سريع ودي ذكرني بذيك الأيام، البرايح اللي كان تصير فيها العرضة في العياد. نعم. أي نعم، والله كانت البرايح فوائدة، مثل أنا أعطيك يعني اللي أنا استوعبت عليه. أي نعم. اللي هي مثل فرقة الرندي. أي نعم. كان في المرقاب بعدين. أي. راحوا خيطان. خيطان. وقام يسوونها في ساحة خيطان. ممتاز. في البراحة تي عندنا فرقة صالح الزايد، كان يسوونها عند عبد الله السالم، ضاحية عبد الله السالم. أي نعم. وراها. أي. تي طول عمرك فرقة عيال يهرة. أي. عيال يهرة فيسوونها الجهرة، والحين طالع عندنا القصر الأحمر. أي نعم. هم الحين يسوونها بالجهرة. قصدك فرقة القصر الأحمر. فرقة القصر الأحمر موجود من قبل يعرضون داخل. في القصر الأحمر. نعم. عرفت طول عمرك. سواء فرقة الجهرة أو القصر الأحمر. أولاد عامر بالمنصورية. إيه. أولاد عامر في المنصورية. بالمنصورية. في براحة معينة. براحة ممتاز. عندنا المنطقة العاشرة الفنطاس. المنطقة العاشرة الفنطاس. القروية. والقروية هم اللي هناك يعرضون. إيه نعم. اللي في اسمه الفنطاس. بالفنطاس يعرضون. يعني. منطقة غريب منطقتهم. منطقة الفنطاس تقريبا. شوف إيه. استاذ محمد، قاعد نشوف هالاعلام الحلوه، يا ريت يعني مشاهدينا بشكل سريع تستعرضهم. تاريخ الاعلام استخدم بالاربعينيات من القرن الماضي في عهد احمد الجابر الصباح. إيه؟ من الاعلام الاصليه هذا. اي نعم، اللي هو استخدمت في الاربعينيات من القرن الماضي. اي نعم. هذا كان على سيارته ولا لا؟ هذا داخل المكتب. داخل المكتب داخل الشيخ مكتب احمد اليابر. إيه؟ هذا العلم. إيه نعم. الاصلي. اي نعم. نعم. نعم ممتاز، بس حالته شوي تعبان وايضا ترم رممنا. نعم. وهالقطعه هذه كانت على مكتب اي إيه؟ على مكتب الشيخ عبد الله السالم الصباح أبو الدستور الأصلية. أي نعم. نعم. قطعة أصلية من الخرز الشغل. أي. القديم اليدوي. نعم. أي طبعا مكتوب لا إله إلا الله، وهني تاج الإمارة فوق. نعم. وكلمة كويت تحت. طبعا هذه استخدمت كانت على مكتبها بالخمسينيات من القرن الماضي. شيخ عبد الله السالم. نعم. أبو الدستور. نعم. أبو الدستور. عندنا قطعة أيضا جدا حلوة. نعم. القطعة هذه كانت على سيارة أبو الدستور عبد الله السالم الصباح. أي نعم. وهذه موثقة موجودة بالصورة. بالصورة هذه. نعم. العلم الأصلي. العلم الأصلي هني عيد الاستقلال. ممتاز. زين، وموجود العلم على بالسياره. إيه؟ وهذه القطعه عليها التاج الاميري. العلم هذا تاريخه 1962. العلم هذا وطبعا هذا من الاعلام الاميريه. عندنا العلم هذا. إيه؟ خاص لنائب حاكم الكويت شيخ عبد الله المبارك الصباح. إيه؟ وكان ينحط على سيارته لما يتفقد فيها الحدود، مكتوب الجيش الكويتي قوه الحدود، عليها شعار العلمين والنسر وتاج الإمارة، من القطع النادرة جدا. بمالك أنا قبل لا أنتقل إلى العرضة، العرضة جاهزة، العلم هذا اللي حطيناه على الكرسي قصته على السريع. نعم. نعم. العلم هذا اللي تشوفونه اللي عليه طبعا هذا العلم الأميري. أي. عليه التاج. أي نعم. نشوفه. هذا العلم إصدار 1962، وهذا من التسع أعلام الموجودة طلعت عندنا بالسوق إحنا كهوات وأصحاب متاحف خاصة، اللي نحط على ضريح مغفور له الشيخ صباح سالم الصباح رحمة الله. القطع الأصلية تشوفونها بس طبعا. نعم. رممناها. أي. والحالة شوية تعبة على القوة طال عمرك. احنا طبعا ننتقل معاكم إلى فن العرضة، نروح نشوف العرضة ونرجع.
بينا عايدو عايدو عساكم من عودة يعتبر قصر نايف واحد من أكثر القصور التاريخية الرائعة في الكويت. هذا القصر الموجود قلب العاصمة الكويتية هو قصر تاريخي عريق يصل بناءه إلى قرابة القرن. يحتوي الكثير والكثير من الأماكن الأثرية المستوحاة من المعمار الكويتي القديم. أقيم القصر من الطين على صيهد نايف بسنة 1919 في عهد المغفور له الشيخ سالم المبارك الصباح، والقصر كان مجاور لسور الكويت الثالث. واليوم هذا المكان صار مكان تعودنا عليه وننطره برمضان لاحتواء على مدفع الإفطار، وهذا المدفع تعود عليه أهل الكويت سواء بالحضور للمدفع لمشاهدة المدفع وأيضا خلف الشاشات. وجرت العادة في تلفزيون الكويت بإقامة برنامج خاص في هذا المكان، واليوم هذا المكان يعتبر مبنى محافظة العاصمة. قصر نايف تاريخ كبير ومهم مليء بعبق التاريخ الكويتي الأصيل بكل تفاصيله الجميلة. عصرية العيد، وفعلا هي عصرية العيد في قصر نايف. احنا مستمتعين معاكم من خلال هذا البرنامج وهذه العصرية. شفنا معاكم تغرير هذا القصر الكبير قصر نايف. ايضا باسمكم اجدد التحية مع الشاعر والمتخصص في فن العرضة الاستاذ ابراهيم القبندي. مساك الله بالخير وعيدك مبارك. يا هلا، مساك الله بالخير والعايدين والفائزين، وفرصة سعيدة وانا اسعد طال عمرك. مشاهدينا يعني الغني عن التعريف الباحث في التراث ورئيس الجمعية الكويتية للتراث الأستاذ فهد العبد الجليل بوغازي، عيدك مبارك وكل عام وانتم بخير. عساكم العايدين والفائزين يا أبو خليفة، وعساكم من عوادة. نشكركم الحقيقة على جهودكم الطيبة كافي يعني إقامة هالعرضة هذه اللي فعلا يعني رجعتونا إلى التراث الكويتي الأصيل، وأشكر طبعا جميع الغائمين على هذا البرنامج. أنا أبي الحشوة هذه، رجعتونا. إيه والله. هذه تدري إحنا اللي نحب التراث كلمة رجعتونا تونس. أبو غازي، قصر نايف شفنا تغرير، يا ريت تعطيني يعني بعض المعلومات. نعم. عن هذا القصر. نعم. يعني قصر نايف بني في عهد حاكم الكويت التاسع. نعم. الشيخ سالم المبارك الصباح تقريبا في عام 1919. نعم. الشيخ سالم هو حاكم الكويت التاسع، تولى الحكم من عام 1917 إلى عام 1921، وبني هذا القصر على صيهد على تل رملي. والسبب طبعا لأن يكشف بجوار أهم دروازة اللي هي دروازة نايف أو دروازة الشامية. نعم. ليش سموها دروازة نايف أو الشامية؟ لأن اللي طالع منها يروح إلى منطقة شامية، فسموها دروازة شامية. صح. أول منطقة قابله منطقة شامية اللي صح. كانت طبعاً محطة القوافل التجارية. صحيح. كانت منطقة تجارية قبل لا تصير منطقة نموذجية وسكنية. واللي داخل يشوف طبعاً القصر مبيها لنا على صيهد، فسموها دروازة نايف. يعني هذا القصر بني طبعاً بالطين في عام 1919، ولكن في جددوه في خمسينيات القرن الماضي واستخدموا طبعاً الإسمنت وطابوق في تجديده، وأصبح مقر في خمسينيات القرن الماضي للأمن العام.
وطبعا عقبها يعني شفناك انت منور فيه في كل رمضان مع اخونا سعد الخلف طبعا، وصار فيه الوارده صح ما شاء الله المدفع. ففعلا يعني هذا القصر له تاريخ. ابو غازي انا يعني بنتهز فرصه موضوع قصر نايف، كثير من الجيل الحالي مو عارف شنو على باله هو شيخ اسمه نايف، ما يدرون ان نايف من النوف ومن الارتفاع. يا ريت ايضا توضحها. نعم هو طبعا بني على تل. نعم. على تل صيهد مثل ما صيهد. او رفعه او على صيهد علو يعني. لذلك الداخل عليه من دروازه نايف. ليش سموه دروازه نايف ونداش الديره ونداش داخل الديره؟ لانه اول ما يقابلك قصر نايف لانه على صيهد. اي نعم. ونطالع سموها الشامية، فهي تسمى مثل الشعب البريعصي. أنت هي البوابة. البوابة. نعم. فدروازة كان تسمى الشامية ونايف. ديكسون في خمسينيات القرن الماضي في كتاب الكويت وجاراتها ذكر يعني معلومة جميلة لما وصف معالم الكويت، قال ولا يكتمل جمال هذه المعالم إلا بذكر القصر الجميل اللي هو قصر نايف. طبعا بالخمسينيات يعني ذكر البنيان الحديث لان نعم. كان توه بانينه بالبنيان الحديث الاسمنت والطابق تجديده نعم. نعم. انا انتقل الى شاعرنا الاستاذ ابراهيم القبندي، شفنا معك فن العرضه وانت رجل متخصص في فن العرضه، هل هذا الفن يحتاج شاعر معين في فن العرضه ولا اي واحد ممكن يقول الشعر ويمشي ويا العرضه؟ بالنسبه للشعر، الشعر عموما اذا كان شعر سامري، شعر فنون أو شعر عرضة، كل نوع من الشعر لا مقوماته. ولازم الشاعر اللي يعني يقول هذا الشعر لازم يكون متقد. يعني سمعنا أن كثير من الشعراء مثلا شعراء فنون شعبية لكن ما لهم أي شعر في العرضة مثلا، لكن معروف في الشعبي لكن في العرضة ما له شيء. في العرضة ما قال مثلا ولا شعر، ويمكن الشعر هذا عنده إمكانية يعني يمكن يصير موقف مثل غزو أو مثل تهديد أو كذا حرب نقول، فتشوفه فعلا قال وأبدع. فيعني هي على حسب إمكانيات الشاعر وإتقانه للنوع هذا من الشعر، وأيضا يعني المواقف اللي تخليه، لأن الشعر الغزلي صح. إذا صار له موقف قال الشعر صحيح قال زين. نفس الشيء العرضة والعرضة نفس الشيء على حسب الحرب اللي أنت في مواقف أعياد مناسبات بس في شعراء أصلا يعني هم شعراء عرضة زين، فهم يعني في أي مناسبة تلقى يقدر. عندنا أسماء بالكويت ثقيلة في شعر فن العرضة أنت تذكرها كونك أيضا متخصص، وهل تخصصك هذا جاء في الآونة الأخيرة ولا مبطي من زمان؟ لا أنا يعني بديت مع أخوالي في منطقة الزبيل. نعم. عرضة العماير. نعم. زين. أيه؟ وشاركت فيها مشاركة كثيرة. نعم. وبعدين في مناسبات الكويت كنت أجيب قصائد. نعم. عرضة. أيه؟ تنشال. نعم. مو رسمياً. أيه؟ تنشال في العروس. أيه نعم. زين في المناسبات. أيه؟ زين مع الفرق المختلفة. يعني كثير من الفرق اللي موجوده بالكويت نعم عندهم يعني قصائد لي يعني عن الكويت وشعر يعني الشعر عرضة على القوة. احنا مشاهدينا ايضا معنا مسابقات اليوم في قصر نايف يعني في عصرية العيد، معنا الاستاذ خالد العاتي حبيبنا ننتقل له. ورجعنا مره ثانيه مشاهدينا الكرام، مشكور اخوي طلال. معنا متسابق، تعرفنا باسمك؟ انا اسمي علي حمد. والنعم والله، عيدك مبارك وتقبل الله طاعتك. عليك شكرا. علي، السؤال يقول تعرف الجزر الكويتية؟ نعم. عدد الجزر عندك. عندك أكبر واحدة هي بويان، وعندك كارو، وعندك فيليتشا. بما أن أنت ذكرت واحدة من الجزر، ما هي أصغر جزيرة في الكويت؟ هي كارو. ما شاء الله عليك وألف مبروك، وتستاهل عيدية من وزارة الإعلام. تفضل. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في المسابقات في عصرية العيد. عيدك مبارك. يلا انا اعطيك سؤال سهل. قبل كانوا يكتبون على العملة اسم، الحين تكتب عليها الكويت. شنو كانت العملة قبل يكتبون عليها؟ ايه هي؟ القرين، إمارة الكويت ولا الكوت؟ إمارة الكويت. صح، اجابتك صحيحة والف مبروك، وهذه عيدية وزارة الإعلام. مشاهدينا الكرام ننتقل حق العرضة.
رجعنا وياكم مشاهدينا نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. احنا مستمرين معاكم في عصرية العيد وتحديدا في قصر نايف، يعني قاعدين انا وضيوفي نستنشق هواء عتيج، نستنشق ريحة الماضي، ولا شو تقول استاذ فهد؟ اي والله ما شاء الله، يعني دائما عقب الاخبار يكهنس ناس هالهواء البارد. ابو غازي، بما انك انت رئيس الجمعية الكويتية للتراث، ما يجب المحافظة على هذا الفن بالذات ان نشوفه بالاعياد بالبرايح، حتى لو نطلب من الحكومه ان توفر امكنه خاصه؟ طبعا الجمعيه الكويتيه للتراث تسعى للمحافظه على التراث المادي والتراث الغير مادي. طبعا هذه الفنون تعتبر من التراث اللامادي، وهذه طبعا يجب في احيائها، يعني عن طريق دعم هذه الفرق الشعبيه اللي قاعد تؤدي هذا النوع من هذه الفنون اللي ارتبطت بماضي الكويت وتراث الكويت الأصيل. يجب احتضان هذه الفرق، وكذلك يجب يعني تسجيل هذا النوع من الفنون الشعبية في اليونسكو، كطبعا تراث كويتي لا مادي أصيل، تراث كويتي أصيل. فالجمعية طبعا تركيزنا نعم احنا قاعد ندعم هذا النوع من الفنون لأنه يعتبر من الفنون أو التراث اللامادي، وهذه طبعا احد يعني الفنون الشعبيه. يعني هي في عين الاعتبار. طبعا طبعا ممتاز. في عين الاعتبار. ممتاز. انا انتقل حق شاعرنا والمتخصص في فن العرضه استاذ ابراهيم، يبدو انك مجهز لنا كلمات خاصه في هذه المناسبه. نعم، نسمعها بصوتك طال عمرك. والله في قصيدة انا يعني قالوا لي لما قالوا لي في هالايام هذه، نعم، جبتها عيد الفطر السعيد. نعم. واهديها للمشاهدين ولكم. كف. اقول دارنا يا دار حنا هل الحظ الكبير، حنها للمعروف وانتي بواكير الحرار، منتهى قوانا بخير وخير الله كثير، يبشر بسعد وأمن ويهنى بالقرار، ومن نواب الشر دونه شف السيف الشطير، ينكسر عزه وينكف ويبشر بالدمار، دارنا دونك قروم على الأمر الخطير، ترخص الأرواح لا دور الهيجة وثار، لجل شيخ يرفع الراس نواف الأمير، عضده مشعل هو الشيخ حلال العسار، يلا هالوالي طلبناك بعبادك بصير، دم على الكويت خير وعز وانتصر. سلام. صح لسانك، إلهي أمين، يديم علينا الصحة والعافية ونعمة الأمن والأمان، على القوة طال عمرك وصح لسانك. أبو غازي، يمكن احنا في قصر نايف ايضا قريبين من الصفات وقريبين من الأسواق، سوق المباركية. شنو ودك تحكي عن الأسواق قديما ايضا بما ان احنا مناسبة العيد وشفنا امس واول امس الناس؟ طبعا الكويت يعني في الماضي اذا تكلمنا منذ اكثر من 250 سنة في عهد الشيخ عبد الله الصباح، كانت البضائع تأتي الى الكويت عن طريق البحر والبر. نعم. سواء كان عن طريق القوافل التجارية. صحيح. آتية من نجد والشام، او عن طريق السفن اللي كانت طبعا تأتي من موانئ الهند الغربية ومن اليمن وموانئ الخليج. فتكدست البضائع، صارت الكويت مركز تجاري. الميناء يعني يعتبر يعني هو عصب اقتصاد الكويت القديم، ماكو ممر تجاري اللي يسمونه الفرضه. اي الفرضه القديمه اللي هو ميناء الكويت القديم. اي نعم. فاصبحت الحاجه ضروريه بعد طبعا تكدس البضائع لانشاء الاسواق. فاول سوق، اقدم سوق، كان هو سوق التجار. نعم. سوق التجار موجود الان اللي هو منطقه تجاريه ثانيه الاعدال قصر السيف. نعم. هذا السوق كان يسمونه بالوثائق القيصريه لانه كان طبعا هذا سوق مغطى بسعف. فكان في دكاكين يبيعون فيه، يبيعون بالدكاكين مواد غذائية بالتجزئة، وخلف الدكاكين البخاخير، بخاخير التجار اللي هي المخازن اللي فيها البضائع اللي طبعا تمول هذه المحلات بالبضائع. بعدها طبعا أنشئ السوق الداخلي. السوق الداخلي موجود، هذا السوق كذلك كان يسمونه السوق الطويل بالوثائق، عمره تقريبا في قيصرية العوضي ايضا. نعم. سوق البدر. نعم. هذا نعم. كلها طبعا في هذه الاسواق القديمه. فالسوق الداخلي هذا يعني عمره 250 سنه كما ذكر الباحث محمد عبد الهادي جمال. اي نعم. وهذا السوق كان يسمونه السوق الطويل، وكان فيه دكاكين يبيعون مواد غذائيه كذلك بالتجزئه. بعده اللي ذكرتها اسواق المباركيه. نعم. سوق مساحه الصرافين. اي هذه عندك طراريح. اي هذه كلها اسواق المباركيه تسميه منها. حديثه. أي نعم. قبل كانوا يسمون كل سوق باسمه. نعم. محله سوق التمر، محله سوق الطراريح. أي. محله سوق الخبابيز، محله سوق الماي.
فأول أسواق أنشئت في المباركية في عهد الشيخ محمد الصباح، نعم، حاكم الكويت السادس. السادس نعم. وهذه الأسواق كانت طبعاً سوق الجت، سوق الخضرة، نعم، وسوق التمر، ايه، وسوق الخبابيز، ايه، نعم، ومكانها عند كشك مبارك طبعاً هالثلاث أسواق، ايه، نعم، لكن الخبابيز يتفرع من سوق الغربلي. سوق الغربلي وطبعاً الشريان الرئيسي اللي تفرعون منه، نعم، جميع هذه الأسواق طبعا، ويتفرع من سوق الخبابيس سوق السلاح، نعم، هذا كذلك سوق قديم، نعم، تاسس في عهد الشيخ سالم المبارك، صح، وغيره طبعا من الاسواق، سكه الصوف، نعم، والمقاصير، بس الصفات القديمه، ايه، كانت عند الكشك، كشك مبارك القبلي الحالي، نعم، هناك في كشك قبلي الحالي في، ايه، شرجي، ايه، نعم، شرجي وزيل، صحيح، فكانت الصفات القديمه اللي يعني يمها درواس الصنقر، ايه، نعم، او درواس الشيخ دهيمان، ايه، احد دراويز السور الثاني، ايه، فكانت البعارين والدش الخوافل التجاريه ونوخونها في الصفات القديمه، صح، ونزلوا البضائع، وكان بجانبها الجمرك القديم، صح، وكانوا جمركون البضائع الصادره والوارده قبل لا تدش السوق، ايه، فيسمون هذا الجمرك ودي، أيه، قديما يسمونه ودي، ومبنى الجمرك البري، أيه، كان بجانب درواس الصنقر، فهذه بشكل عام يعني على القوة. احنا ننتقل الى شاعرنا المتخصص في فن العرضة سعد ابراهيم. قلت لي في اختلاف في موضوع الوزن واللحن بالنسبة للعرضة النجدية والعرضة اللحن، اي نعم، ممكن انت تشيل نفس البيت، أيه، لكن في العرضة النجدية ان شاء الله بطريقة، في العرضة العميرية إن شاء الله بطريقة، في عرضة أهل الكويت اللي يأدونها أولاد عامر ولا يأدونها أفراق الكويت أيضا لها لحن، يعني يمكن مع الأمثلة تبين. لكن أيضا إحنا العرضة ليش إنها مثل ما تقول يعني فن وتراث أصيل، إحنا ودنا إن الأشياء اللي مفقودة فيه ترجع ترد، يعني يعني دائما الحين فرق العرضه عندها امكانيات، هذا امكانيات محدوده، زين، لكن مثلا في شيء بسيط ممكن يؤدونها مثل الحوربه، الحوربه قبل ما تبدا العرضه الا انه يجي شاعر، انا اذكرها وانا صغير يعني بالستينات و65، حتى الحكوه انفقدت على فكره، يجي الشاعر شاعر صوته جهوري ويقول كم بيت بيت بيتين بس، زين، كأنه يقول حق الناس تعالوا اجتمعوا، واهل الطبول يعني، واهل الطبول يطقون 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 كل ما خلص البيت طقوا طقوا وكذي، يعني طق عالي يعني، زين، مو بلحن يعني، مو برتم، زين، بعدين الناس يقولون ابشر ابشر، يجون يجون وصفون بس، ايه، للعرضه للعرضه، ايه. احنا وصلنا الى الختام، استمتعنا يعني بالغليل من الكلام الطيب والتخصص في فن العرضة، وهذا أيضا تخصص نادر، وإلى الأمام إن شاء الله، إن شاء كل الله. الشكر لك، الله يعطيك الصحة والعافية. أبو غازي، كلمتك الأخيرة قبل أن ننتقل إلى فن العرضة في عصرية العيد، وإحنا أيضا نقول حق مشاهدينا أن باكر راح ننطلق من حديقة الشهيد مو في قصر نايف، إذا عندك كلمة أخيرة ودك تقولها كونك أنت باحث وأيضا رئيس الجمعية الكويتية للتراث. بداية يعني أنا أشكركم على إحياء هذا التراث، فعلا يعني احنا محتاجين في ان نسلط الضوء على هذه الفنون الشعبيه اللي ارتبطت بتراثنا الاصيل، ارتبطت بماضي الكويت. حقيقه لفته طيبه من تلفزيون دوله الكويت في هذه السنه في احياء هذه الفنون الشعبيه. كذلك طبعا حتى باكر يعني بروحتكم لحديقه الشهيد، انا قريت اول برنامج اول عيد وطني، كان في احتفالات في الحزام الاخضر اللي هي الشهيد، اينا. فهذا كذلك يحسب لكم، لان فعلا كانت هذه الحديقه احتفلت مناسبات الكويت الوطنيه تقريبا السبعينات، نعم سبعينات، نعم، ندعو الله سبحانه ان يحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل شر، إلهي، واشكركم الحقيقه على هذه الاستضافه اللطيفه. الشكر لكم، وايضا استاذ ابراهيم اذا عندك كلمه اخيره ودك تقولها. والله العرضه يعني شيء تميز الشعب الكويتي، اي نعم، وتحمس الشعب الكويتي، وشيء وطني يعني يرفع الشعور الوطني. يا ريت عيالنا يشوفون يعني اشياء هم ينجذبون لها ويشاركون فيها. انت اليوم استانست شفتها قدامك بصراحه، استانست طبعا، يا مال العفو، الله يعطيك على القوه دائما ان شاء الله، والله يحفظ الكويت من كل مكروه. مشاهدينا وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا، راح ننطلق معاكم ايضا في فن العرضه ولقائنا معاكم في عصريه العيد باكر، في امان الله. وطننا اجمل العيد، عيد في وطننا.
حلالة العيد هالهلالة والله كل الطراب يا حلالة يا رب